صباح الخير عمر بيه. رائد ناصر محمود، واكيد عارف ان انا اللي جاي استلم مكانك. دقايق وافضي لك المكتب. لا لا خد راحتك، انا مش مستعجل. بس انا مستعجل. سيجاره يا باشا؟ ما بحبش ريحه الدخان. قدمت استقالتك ليه يا عمر بيه؟ اسباب شخصيه. انا فكرت كتير اخلع زيك كده، بس انا بصراحه بصلها من حته تانيه، بلاقي نفسي فيها. حاسس اني اتولدت عشان اكون ضابط شرطه. المكتب جاهز. عمر، عايزك تنزل تفحص البلاغ ده. انا لميت حاجتي يا فندم. لميت حاجتك؟ في ضابط شرطه يقول كده برضه؟ وعموما استقالتك يبتدي العمل بيها من اول الشهر. بس النهارده 30 في الشهر. مارس 31 يوم، ولا انا غلطان يا خفيف؟ عفوا يا فندم. في حادثة قتل حصلت في قاعة فنون تشكيلية. باخد نصر معاك. شكلك مش متجوز مش كده؟ لا. امال مقرف ليه يا راجل؟ بس احمد ربك، ده الواحد متجوز من يوم ما اتخرج. دلوقتي عندي مايا وجودي، وبالك كده لما نفرح بيك. الواحد ما ينفعش اصله ينسى نفسه في الشغلانه دي. خلي بالك، ايه اللي جابك الاداره؟ نفس اللي جابك قبل ما تقدم استقالتك. بس انت جبت وسائل كتير عشان تجيها. ايوه، بس انا خريج الكليه زيك، يعني مش جاي لك من عمر افندي. بس مش مباحث. ماشي يا سيدي، ادينا في المباحث. ايه المشكله؟ مفيش مشكله. ايوه يا سامح، انت مختفي فين بقالك 3 ايام؟ ما بتردش على تليفونك ليه؟ صبري فين؟ الدكتور فين؟ معرفش. ايه اللي حصل؟ مختفي بقاله 3 ايام، دخلت اخد حمام خرجت ما لقيتهوش. ممكن يكون سافر ولا حاجه. موبايله ومفاتيحه هنا. اصحابه؟ طيب قرايبه؟ محدش يعرف عنه حاجه. يلا بسرعه. ما لمستش أي حاجة يا باشا، كل شيء في مكانه. أنت اللي بلغت؟ الشيفت بتاعي بدأ من ساعة، شفت المنظر بلغتكم على طول. وأرضيتكم كام ساعة؟ 12 ساعة. مين معاهم مفتاح القاعة؟ أنا وزميلي بس يا فندم. البوابة كانت مفتوحة كده؟ بالظبط كده. عندكم جرس إنذار؟ كاميرات؟ في كاميرات كشف الشارع كله، وكاميرات هنا في القاعة جوه. كام واحد بيأمنوا المكان؟ 2 بس يا فندم، كل واحد مننا كان ماسك وردية. تعرفه؟ ده أشرف رمضان، كان زميلنا يا فندم، بس كان هو متعين قبلي بسنة. أخلاقه؟ كان غلبان، غلبان وملوش في أي حاجة خالص. في حاجة يمكن الجريمة دي سببها السرقة، ولا أنا بفهمش حاجة، ولا إيه رأيك؟ في حاجة سرقت مقاعة؟ لا يا فندم، كل حاجة في مكانها. أنت متأكد؟ يعني مفيش مكان كده ولا كده بتشيلوا فيه فلوس، ورق مهم؟ لا لا يا فندم. دي المزيكا اللي بتشغلوها في القاعة؟ هما دايما كانوا بيشغلوا مزيكا هادية، حاجة كده يعني البيت هوبن. اللوحة دي موجودة من زمان؟ أول مرة يا فندم أشوفها. بص، ده تقريباً شبه القتيل، بس تاني ده معرفش مين. كونش ده بطل الفيلم. اهدى بس، اهدى بس يا فندم. اللي انت عملتيه ده عامل لك ايه؟
طلع راجل مجنون، قال لي عايز يجري ورايا ويضربني، وفي الاخر لما تم عايز يموتني. المهم خلاصي، خدت منه فلوس. ماشي اطلعي بقى حلوه، ظبطي نفسك عشان عندنا اوردر تاني. اوردر تاني امتى؟ النهارده؟ ايه مش عاجبك ولا ايه؟ يلا اطلعي غيري هدومك بسرعه كده. وبقول لك ايه، ما تنسيش تجيبيها معاكي. انسى يا عادل، خرج الموضوع ده من دماغك خالص. جرايه شوشو من امتى؟ اللي من امتى؟ من زمان يا حبيبي، وانا بقول لك خرج عزم المواضيع. طب بقول لك ايه، هتطلعي تجيبيها انت ولا اطلع انا اجيبها بمعرفتي؟ اخر حاجه لقطتها كاميرات المراقبه، بعدها كلها اتعطلت. اكيد هو اللي عطلها. هو مين؟ القاتل. القاتل؟ كشاف مذهل. انت معجزه. ايه ده؟ في ايه يا ابني؟ بص مقسومه نصين يا باشا. عايزه اتكلم معاها. ممنوع، استاذني من الظابط يا استاذه. انا المحاميه بتاعتها. انجزي، عايزه ايه؟ مها حالتها النفسيه صعبه. ممنوع. انا المحاميه بتاعتها. مها فقدت ابنها وحالتها النفسيه صعبه ومحتاجه دعم نفسي عشان ما تنهارش. انزل يا ابني انت وهو. ايه في حياتك يا مها؟ سامحولي اخر رد فين؟ حادثه عربيه، يمكن لو كنت معي كنت هقدر احميه. انا مش هسكت غير لما اخرجك من السجن. انا هقدم التماس باعاده محاكمتك وهتخرجي في اقرب وقت ان شاء الله. الوقت ملوش اي اهميه. انا عايزاكي تثقي فيا. ما بقتش اثق في اي حاجه. انا ما كنتش كده، بس غصب عني. عارفة ومقدرة ومش زعلانة منك. منه لله خالد البلد. مها أنا عايزاكي تجمدي وما تتعظيش. أرجوكي ما تنهاريش. أنت لسه صغيرة، بكرة تخرجي من السجن وتعيدي حياتك تاني. أرجوكي ما تستسلميش للحزن. الحزن بيقتل الأمل.